بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض قسم جديد. في القسم ده انت هتلاقي كلام نظري كتير ولسه مش هنخش في البرمجة، فممكن تحس ان هو قسم ممل وتبدأ تعدي الكام فيديو اللي جاي. بس نصيحة شخصية، خصوصا لو انت لسه مبتدئ، ما تعديش الكلام ده، لان ده كلام نظري بس هيساعدك ويريحك في الشغل كتير جدا، سواء في الكورس ده او في حياتك العملية اللي جاي. فأتمنى منك ان انت تشوف الفيديوهات اللي جاية بالكامل، تخلص القسم ده قبل ما نبدأ برمجة فعلية في الويب سايت بتاعنا اللي احنا هنعمله، لان هدفنا زي ما قلت ان احنا بننتقل لمرحلة جديدة من تصميم المشاريع الصغيرة الى المشاريع المتوسطة والضخمة ان شاء الله تدريجيا. اتمنى ان محدش يستعجل وتحاول تفهم وتستوعب كل الكلام اللي انا بقوله في الفيديوهين الجايين، لانه هيفيدك جدا زي ما قلت.